طيب. هنستكمل النهاردة أسئلة فيديوهات الشفوي سي في اس، المرة دي الجزء البلاد بريشر اند سيركيوليشن، وهنقسمها على جزئين مع زميلكم محمود. ازيك يا محمود؟ هنبتدي الأول بالبلاد بريشر. هسألك ديفينيشن سريعة وندخل على الموضوع الرئيسي الناس كلها مستنية تسمعه. هو يعني إيه سيستوليك بلاد بريشر؟ سيستوليك بلاد بريشر هو الهايست بلاد بريشر ميجرد ديورينج سيستوليك، اللي هو في الليفت فنتركل ايجكشن، صح؟ والرينج بتاعه من كام لكام؟ بيبقى معانا من اول 90، في ناس تقول 100، بس هو من 90 لحد 140. تمام. وبالنسبه للدايستوليك تعريفه؟ الدايستوليك هو اللوست بريشر اثناء اللوست بريشر ميجرد في الارتيريال وول اثناء الدايستوليك. تمام. الالتيميتك ريلاكسيشن فيزا، صح؟ والرينج بتاعه؟ الرينج بتاعه من 60 ل 90. تمام. يعني ايه فالس بريشر؟ فالس بريشر هو الديفرنس ما بين السيستوليك بلاد بريشر والدايستوليك بلاد بريشر. ايه هو المين ارتيريال بريشر؟ المين ارتيريال بلاد بريشر هو المين بريشر ثروت اوت ذا كارديك سايكل كلها. تمام. طبعا لو احنا يعني بشكل منطقي ممكن نتوقعه ان هو هيساوي 120 زائد 80 مقسوم على 2، بس ما بتتحسبش كده. هو بيتحسب البلس الدايستوليك بلاد بريشر زائد ثلث البلس بريشر، يبقى تقريبا كام؟ 93 95، ممكن رينج 90 100. صح. ايه اهميه المين ارتيريال بريشر يا محمود؟ يعني احنا ليه بنسال عليه؟ نسال عن المين ارتيريال بلاد بريشر لان يعني اكوردنج تو ات بنتكلم عن ال الحاجات الريجوليشن، يعني الريجوليشن بنقول مثلا ان هو بيبقى فيه اوتو ريجوليشن من 60 ل 160 ملي متر بس، ده بيبقى مين ارتيريال بلاد بريشر. صح. وكلامي ما بقاش سيستول ودايستول. الفاكتورز افكتنج الارتيريال بلاد بريشر كتير، انا مش هسالك عليهم كتسميع بس هختار حتت. ايه تاثير الجرافيتي على البلاد بريشر؟ الجرافيتي على البلاد بريشر فوق الهارت بزود كل سنتيمتر بطلع فوق الهارت بنزيد 0.بنقل 0.37. تمام. تحت الهارت كل 1 سنتيمتر بنقل بنزيد. ايه تاثير الانسبيريشن على البلاد بريشر؟ لما بيحصل انسبيريشن بيزود الثوراسيك الانترا ثوراسيك نيجاتيفيتي. تمام. بيزود الفينس ريتيرن، يزود الكارديك اوتبوت، يزود الارتيريال بلاد. بس هو اللي بيحصل في الانسبيريشن ان انت عندك البريشر بيكون قليل، فالفينس ريتيرن اللي رايح للليفت سايد اوف ذا هارت بتقل، فبالتالي لا، هو في الانسبيريشن الضغط المفروض يقل شويه، في الاكسبيريشن الضغط يزيد. لان في الاكسبيريشن ده البريشر اللي في الثوركس عالي، وما دام عالي هنا يبقى هيكون اعلى من الاربعه بالمونري فينز اللي فاتحه في الليفت اتريوم. طيب في سؤال مهم، بس انا اقصد يا دكتور ان هو لو الانسبيريشن مش هيبقى في كارديك سكشن، هيزود الفينس ريتيرن. هيزود الفينس ريتيرن من الرايت فنتركل لللنج. لللنج. كلامك صح، لان ساعات في بعض ورق الدرس يقول في ار تزيد الفينس ريتيرن، قصدك لمين؟ لللنج تزيد لكن اللفت اتريوم تقل. طب في سؤال مهم، ايه هم الكومبوننتس اوف بلاد بريشر؟ الكومبوننتس اوف بلاد بريشر عندنا الستاتيك كومبوننت وعندنا الدايناميك كومبوننت. الستاتيك كومبوننت ده ريبريزنت ذا ديجري اوف فيلينج اوف سيركيوليشن، صح؟ بيبقى تقريبا من 7 ل 8 ملي متر مربع. هوقفك سنه محمود واسالك، ديجري اوف فيلينج اوف سيركيوليشن كان ليها اسم؟ المين سيستميك فيلينج بريشر. برافو. او مين سيركيولاتوري بريشر، وقالوا عليها ستاتيك. اسالك، هم ليه قالوا عليها ستاتيك؟ لان هي اتز ميجرد لما الهارت يقف. تمام. لما الهارت ستوبس. طب ايه استفدنا منها؟ استفدنا ليه حبينا نوقف الهارت؟ عشان هي بتساعدنا لما احنا نيجي نقيس بعد كده المين سيركيولاتوري بريشر في الفينس سيستم. تمام. اللي هو الفينس ريتيرن، حبينا نعرف الافرج بريشر في الفين في اي حته بلو ذا ليفل اوف ذا هارت. برافو عليه. سؤال مهم عايز اساله هنا بقى، في حاجه اسمها توتال بريفرال ريزيستنس، يا ترى تاثر في الارتيريال بلاد بريشر؟ طبعا تاثر. دي من المين ديترمينانتس بتاعت الارتيريال. تاثر سيستوليك ولا دايستوليك؟ تاثر دايستوليك. تمام. طب كان في معادله يا محمود على الارتيريال بلاد بريشر كانت بتساوي الارتيريال بلاد بريشر بتساوي الكارديك اوتبوت مضروب في التوتال بريفرنس. كده كلام جميل. ندخل على الريجوليشن. كانوا بيقولوا في فاست ريجوليشن او شورت تيرم ريجوليشن، بارو ريسبتورز. قول لي هم ايه؟ هم ايه بارو ريسبتورز؟ البارو ريسبتورز عباره عن ستريتش ريسبتورز. تمام. ميكانو ريسبتورز، صح؟ موجودين في الوول بتاع بعض السبيسيفيك ارتريز، يعني مثلا موجودين في الاورتيك ارش. تمام. موجودين في الكاروتيد ساينس. لما البريشر يزيد
الامبولسز هم بيزودوا الدسشارج بتاعهم من خلال نوعين من النيرف. الكاروتيد ساينس بيزودوا الدسشارج عن طريق الساينس نيرف. الساينس نيرف بيودي على جلوسوفارينجيال نيرف، والاورتيك نيرف طالع من الاورتيك ارش بار ريسبتور ورايح على الفيجاس نيرف. تمام، رايحين على مكانين، تو سنترز بريستم اسمهم ايه؟ الباز وموتور سنتر والكارديو انهبيتوري سنتر. اسالك سؤال مهم، كاردييك انهبيتوري سنتر هو مفيش كاردييك ستيمولاتور سنتر؟ هو الكارديو انهبيتوري سنتر لما بيحصل له انهبيشن ده بحد ذاته بيعمل ستيميليشن، زائد البريسور اريا اللي هي موجوده في البازل موتور سنتر برضه بتزود الهارت ريت والبروبرتيز اوف ذا هارت. يعني الهارت ريت والبروبرتيز اوف ذا هارت مش حاجه واحده، بيبقى حاجه يعني متوازيه في نفس الوقت. اللي ببقى بزود البازل موتور سنتر الشغل بتاعها البريسور اريا، ببقى بقلل الشغل بتاع الكارديك انهبيتوري سنتر. الاثنين صح ما بيشتغلوش مع بعض. سؤال مهم، هو البايو ريسبتورز في العادي بتعمل ايه على البازل موتور سنتر؟ ستيميليشن ولا انهبيشن؟ بتبقى بتعمل عليه انهبيشن. تمام، طيب بتعمل ايه انهبيشن؟ هل الموضوع ده كلينيكالي ليه اهميه؟ طبعا هو ال fluctuations اثناء الكارديك سايكل. تمام، fluctuations لما ابقى في ريكامبنت بوزيشن واقف فجاه. صح، البايروسيبتورز هي اللي المسؤوله عن ان هي تعمل الرابيد تشينج في الارتيريال بلد بريشر، لما يقع بسرعه قوي هي اللي بتروح. سؤال مهم يا محمود، صح، البايروسيبتورز انهبيت فازو موتور سنتر وانهبيت سنتر كمان جنبه، يا ترى اسمه ايه؟ صح. طيب الكلام ده كلينيكالي يفيدك كدكتور في حاجه؟ يفيدني في ان انا افهم الريسبيراتوري ساينس اريثميا. صح، وفي حاجه ثانيه، ادرينالين ابني. ادرينالين ابني بالظبط. تمام، هو لما الارتيريال بلاد بريشر يعلى بسرعه جدا جدا، ودي على فكره يعني من اكثر الحاجات الواحد ممكن يحسها، ان هو انت تخش الحمام تستحمى فتخلي الميه ساقعه قوي 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 لمده مثلا نص دقيقه او دقيقه، الواحد بيبدا يحس النفس بتاعه مش قادر يتنفس. صح، وفي نقطه ثانيه مهمه، لو حقنت الادرينالين في مكان غلط انترافينس، حقنته انترافينس عليت البريشر فجاه فاشتغلت البارو ريسبتورز فانهبت ريسبيراتوري سنتر. كلام جميل. سؤال مهم، البارو ريسبتورز كانوا اورتيك ارش وكاروتيد ساينس، يا ترى ايه الفرق بين الاثنين في الرينج اوف بلاد بريشر ريجوليشن؟ الكاروتيد ساينس مور سنسيتيف. تمام، من كام لكام؟ من 60 لـ200 والاورتيك ارش من 80 لـ200. تمام، دي نقطة مهمة. في سؤال مهم أنا عايز أسأله، طيب إيه تأثير البارو ريسبتورز على الفينز؟ تأثير البارو ريسبتورز على الفينز، هما الطبيعي إن هما يعني البارو ريسبتورز الحقيقة عاملين على الأرتريز والأرتريوز فازو موتور تون. تمام، في كل وقت. تمام، ما بيعملوش فازو موتور تون على الفين، لكن لما الستيميليشن بتاعهم يزيد لدرجة معينة بيبدأوا يعملوا فينو دايلاتيشن. صح، بيعملوا فينو دايلاتيشن. طب في سؤال بقى مهم جدا، لو انا عملت فينو دايلاتيشن هل يزيد الفينوس ريتيرن؟ لا طبعا ايه بالظبط، لازم يحصل فينو كونستريكشن. طب سؤال، هو الفرق لازم يبقى كام مليمتر ميركوري عشان يبقى في فينوس ريتيرن؟ الفرق ما بين ايه وايه؟ ما بين المين سيركيولاتوري بريشر والسنترال فينوس بريشر. اما هو السنترال فينوس بريشر اللي هو موجود في الرايت اتريوم ده زيرو. صح، والمين سيركيولاتوري 7-8. تمام، يبقى الفرق يكون الدلتا بي او 7 مليمتر ميركوري. كلام جميل. في سؤال مهم عايز اساله، هو ديورنج ستاندينج وانت نايم فجاه هتقف، بارو سيبتورز تشتغل ولا لا؟ وانا نايم وفجاه هقف، اللي هيحصل ان الارتيريال بلاد بريشر هيقع بسرعه. تمام، لا البارو سيبتورز مش هي اللي مش هتشتغل، وبالتالي مش هتعمل ايه؟ مش هتقلل الارتيريال بلد بريشر، مش هتعمل انهيبيشن. صح، للفازو موتور سنتر. عارف هي فكره حاجه كان عليها انهيبيشن وراحت بالظبط. برافو عليك. طب امتى البلد بريشر يا محمود يكون اعلى في الابر عن اللور؟ ده في الكواركيتيشن اوف اورتا. تمام، يعني ايه كواركيتيشن؟ بيديا الاورتا بيديا اللي هي الكونجينيتال ناروينج اوف ثوراسيك اورتا. تمام، سؤال مهم، عايزين نقيم البارو ريسبتور فانكشن ايفالويشن. بخلي البيشنت يعمل بالزبالبا مانوفر، اللي هي يعني هي احنا بنشوفها في الحياه العاديه في الديفيكيشن او في الهيفي ليفتنج، لكن انا وانا في الـ في الـ في, الـ في العياده بقول له يعمل ديب يعني سترونج اكسبيريشن اجينست كلوزد جلوتس. تمام، 15 سكند. ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان هو الهارت ريت
يعني انا عارف ان هو هيعمل ستيبس معين تمام هيقل بعدين هيزيد بعدين هيزيد تاني بعدين هيقل ليه بقى هو اصلا لما بيبدا الموضوع بيبدا الانتروثراسيك بريشر يزيد تمام الزياده اللي في الانتروثراسيك بريشر دي بتضغط على الاورتيك ارش وبناء عليه هتعمل ستيميليشن للبارو ريسبتورز تمام يحصل ستيميليشن للبارو ريسبتورز يقلل الهارت ريت عادي جدا تمام الستيب دي فيز 1 فيز 2 بقى ان هو الانتروثراسيك بريشر يزيد اكتر واكتر يبدا يعمل كونستريكشن كومبريشن للفينز فيعمل بلوكج للفينس ريتيرن تمام لما يحصل بلوكج للفينس ريتيرن هيقلل الكارديك اوتبوت وهيقلل الارتيريال بلاد بريشر فالبارو ريسبتورز يقل الشغل بتاعها ويزيد الهارت ريت تمام عايز اوقفك سنه محمود انا عارف ان لسه في 2 فيزز بس اهم حاجه عندي فيز 1 و 2 لا عارف لسه في 2 هو البلاد بريشر لما يزيد الهارت ريت يقل كان اسمها لو قانون معين ميريز لو تمام ميريز لو دي الست الوحيده اللي دخلت تاريخ الفيسيولوجي على فكره الوحيده للاسم ميريز دي مش هتلاقي في ميل اخرى في ستارلينج وفي حاجات كتير طيب سؤال مهم عايز اساله في الحته دي هو البار ريسبتورز كان سلولي ادابتنج ريسبتور ولا الرابيد ادابتنج رابيدلي ادابتنج تشتغل مده قد ايه من 1 ل 3 ايام لو هي ما قدرتش انها ترجع البلاد بريشر وقعد عالي بيحصل لها ريسيت وتشغل الاول الوهله الاولى 7 ثواني الوهله الاولى 7 ثواني صح في حاجه اسمها بريفرال كيمو ريسبتورز موجوده فين يعني جنب البارو ريسبتور بجنب الارتيريال بارو ريسبتور موجوده في الكاروتيد بوديز موجوده في اورتيك بوديز تشتغل امتى تشتغل ان كانت الارتيريال بارو ريسبتور بتشتغل لما الارتيريال بلاد بريشر يعلى تمام الكيمو ريسبتور بتشتغل لما الارتيريال بلاد بريشر يقل ايه اللي يبقى كام يبقى 80 ملم ميركوري اللي هي تساوي بي او 2 60 ملم صح ودي اتقالت في الريسبيريشن تاني عشان كده البريفرنت كيمو ريسبتور سؤال شفه مهم اتكرر الريسبيريشن والسي بي اس صح دي نقطه مهمه وهيحصل طبعا العكس اللي احنا قلناه في البارو ريسبتور هسالك سؤال مهم يعني ايه كوشنج ريفلكس كوشنج ريفلكس يعني انا كنت متوقع ان حضرتك الاول تسالني عن السنترال نيرف سيستم لا انا حبيت اعمل سويتش على كوشنج عشان اشوفك هتبتدي البدايه ازاي الكوشنج ريفلكس يعني احنا اصلا عندنا الفازو موتور سنتر في البرين تمام لما بيبقى بيحصل له هايبوكسيا وهايبركابنيا واسيدوزس وبالذات هايبركابنيا تمام لان الكربون دايكسايد بيبقى ديسولبل ويعدي سوليبل بيعدي من خلال البلاد برين بارير تمام الفازو موتور سنتر بيحصل له ستيميوليشن جامد جدا ويعمل فازو كونستريكشن ليه الفازو موتور سنتر عشان بينقذ البرين صح يزود المين ارتيريال بريشر يزود الفلو صح هو بيشتغل لما المين ارتيريال بلاد بريشر سيريبرال كابلاريز يقل عن 50 ملم سؤال صغير يا محمود كلامك صح مليون في المية البدايه امتى ده يحصل الهايبر كابنيا اللي انت قلتها طبعا انا متفق معاك لما ايه يحصل الهايبر كابنيا لما يبقى عندي بلاد فلو ناقص لما يزيد الانترا كرينيال في الكاشنج ريفلكس تمام صح برافو عليك الكاشنج ريفلكس بقى بيحصل لما يزيد الانترا كرينيال بريشر سواء ان كان ربنا يحفظنا جميعا هيموريدج او برين تيومر تمام بيحصل ان هو بيبدا يعمل كومبريشن على البلاد كابيلريز وبالتالي بيعمل فازو كونستريكشن وبالتالي هيعمل كومبريشن على البلاد كابيلريز ويعمل فازو كونستريكشن في محاوله ان هو يعلي الارتيريال بلاد بريشر تاني صح يروح عامل جنرالايزد فازو كونستريكشن تمام وهو البيشنت ساعتها الفازو كونستريكشن بتاعه في الاغلب الارتيريال بلاد بريشر بتاعه بيبقى نورمال تمام فبالتالي بيحصل له يعني رابيد انكريز في الارتيريال بلاد بريشر وده بالتالي هيروح عامل ستيميليشن جامد جدا للبارو ريسبتورز صح يقلل الهارت ريت جامد سؤال كابيلاري فلويد شيفت كابيلاري فلويد شيفت بتبقى موجوده معانا في الانترميديت تيرم ريجوليشن الكابيلاري فلويد شيفت المقصود بيها ان هو لما مثلا الارتيريال بلاد بريشر يعلى الريت اوف فلتريشن عند الارتيريولر اند من الكابيلاريز بيعلى تمام والريت اوف ري ابزوربشن عند البنيولر اند بيقل تمام فيبدا البلازما اللي موجوده في الكابيلاري نتورك تطلع في الانترستيشال سبيسز وبناء عليه يقل البلازما فوليوم يقل البلاد فوليوم يقل الفينس ريتيرن يقل الكارديك اوتبوت يقل الارتيريال تمام في سؤال مهم ستريس ريلاكسيشن كانت بتتقال في الانترميديت ريجريشن فكرتها بسرعه يعني ايه ستريس ريلاكسيشن لما بيبقى في زياده في الارتيريال بلاد بريشر الستريس ده على المايوكارديال ماسل على البول اوف ذا فيسلز معلش السموث ماسلز بتاعت الفيسلز بيزود الاوبننج بتاعتها
فبيزود لي الفاسكولار كاباسيتي وبيقلل لي. صح، اللي احنا سميناها مايوجينيك بروبرتي. صح، الرينال انجيوتنسين سيستم عايزين نتكلم عليه. الكيدني لما بيبقى بلاد بريشر قليل تعمل ايه؟ بيحصل ستيميليشن للجوكستاجلوميرولار ابيراتس. تمام، بيطلع لي الرينين. صح، الرينين بقى بيبقى احنا عندنا في البلاد بيبقى فيه الفا 1 جلوبولين اللي هو الانجيوتنسين، ده الليفر بيعمله. صح، الرينين بيروح رايح على الانجيوتنسين ويعمل له كليفج. تمام، يحوله لان اكتف ديكابيبتايد، يعني 10 امينو اسيدز. برافو عليك. انجيوتنسين 1. تمام، الانجيوتنسين 1 يقعد يعمل سيركيليشن في البلاد لحد ما يلتقي بالانجيوتنسين كونفرتنج انزيم. تمام، الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم موجود، يعني هو اصلا بيطلع من الفاسكولار اندوثيليوم عامه، بالذات موجود في الفاسكولار اندوثيليوم بتاع البالمونري كابيتال. برافو عليك، يعمل انجيوتنسين 2. يعمل انجيوتنسين 2، والانجيوتنسين 2 هو الموست بوتنت فازوكونستريكتور اللي بيحصل. اوقفك سؤال يا محمود، انت قلت جمله جميله، اديك بيبتايد في الانجيوتنسين 1، طب والانجيوتنسين 2 كام بيبتايد؟ اللي هي كام تقريبا؟ 8. برافو عليك، انجيوتنسين 2 اشتغل ازاي بسرعه؟ انجيوتنسين 2 بيعمل ثلاث حاجات، هو الموست بوتنت فازوكونستريكتور ان ذا بودي. برافو، بيعمل ستيميليشن للثيرست سنسيشن. هو طبعا الفازو الانجيوتنسين 2 المنهج بتاعه ان هو عايز يزود الارتيريال بلاد بريشر. تمام، هيعمل فازوكونستريكتور. تمام، وبعدين هيستيميليت الثيرست سنسيشن، فالسبجكت هيستيميليت الثيرست سنسيشن، فالسبجكت هيبقى يشرب ميه اكتر، وده هيؤدي الى انه يعلي الفوليوم ويزود الارتيريال بلاد بريشر. اسئله بقى وبسرعه، الاي دي اتش يزوده ولا لا؟ الاي دي اتش يزود، والالدوستيرون يزود. تمام، في سؤال مهم، لو قلقين عن الشوك، الشوك كان ليه انواع كتيره، قبل ما نقول الانواع عايزك تقول لي الانواع كاسامي، وبعد كده هسالك اسئله محدده. ايه انواع الشوك؟ عندنا الكارديوجينيك شوك، عندنا الهايبوفوليميك شوك، عندنا الفازوجينيك شوك، وبعد كده عندنا other types of shocks بتبقى عامله كانها يعني تركيبات من الثلاثه انواع الاساسيين دول. سؤال، امتى يحصل warm and cold shock؟ امتى يحصل warm and cold shock؟ طبعا دي حاله ودي حاله ثانيه. warm shock معناها ان انت عندك blood في مكان معين بس التيشوز مش مستفيده بيه، لان blood بيدفي التيشوز. فالworm اللي هي في الفازو جينيك شوك، المشكله في الفينز واسعه وفيها بلاد كتير، فالماسلز اللي حواليها فيها بلاد بس، طب والباقي مفيش فينس ريتيرن، فده الورم. الكولد شوك، ايوه الكولد شوك هي بقى هتبقى الكارديوجينيك والهايبوفوليوميك، اللي الديكومبنساتوري الكومبنساتوري ميكانيزمز فيهم بيبقى ان هم يعملوا فازو كونستريكشن، لان لما هم بيعملوا فازو كونستريكشن بيمنعوا طبعا البلاد فلو للسكين. تمام، سؤال محدد، جاجولار فينس بريشر يزيد في أي نوع من الشوك؟ الجاجولار فينس بريشر يزيد في ال عندنا الكارديوجينيك وعندنا الهايبو واليومي. صح، تختار مين؟ عندنا انت قلتها صح؟ اه لك حاجة ثانية، يبقى الكارديوجينيك شوك اللي هو السنترال فينس بريشر بيزيد. صح، سنترال فينس، برافو عليك، دي نقطة مهمة. في سؤال أنا عايز أسأله، ممكن يبقى سؤال بطريقة تانية، تعرف إيه هو اللو ريزيستنس شوك؟ اللو ريزيستنس شوك ما هو هيبقى هو الفازوجينيك شوك؟ صح، أنا حبيت أسألك سؤال بكذا طريقة، ليه؟ لأن هو نفس الفكرة، فازوجينيك إيكوالز ورم شوك إيكوالز اللو ريزيستنس شوك. طب يعني إيه أنافيلاكتيك شوك؟ الأنافيلاكتيك شوك هي الحقيقة نوع من أنواع الفازوجينيك. صح، أحد أسباب الفازوجينيك شوك هو إنه يحصل فازوجينيكيشن. تمام، الأنافيلاكتيك شوك معناها ان هو حصل تعرض لانتيجين اليرجيك فادى الى جنرالايز هيستامين ريليز، ادى الى فازودايليتور ريسبونس جامد جدا في الجسم كله، راح مقلل التوتال بريشر ريزيستنس وعمل الفازو. هسال سؤال، كومبنسيتد شوك، ايه الميكانيزمز اللي ربنا عملها عشان الكومبنسيشن شوك كنقط رئيسيه؟ الكومبنسيتد شوك عندنا البارو ريسبتور ريفلكس. تمام، عندنا الكيمو ريسبتور ريفلكس يزيد طبعا، سنترال نيرف سيستم اسكيميك ريفلكس يحصل. تمام، الرينين انجيوتنسين سيستم يحصل. وقبلها وقبل الرينين الانترميديت، الانترميديت ريجوليشن الكابيلاري فلويد تشيست. تمام، وستريس ريلاكسيشن ولا ريفرس ولا انتي ستريس ريلاكسيشن؟
احنا بنتكلم على شط دلوقتي يبقى اكيد انتي سبيسيفيك. صح، برافو، لان دي نقطه لازم الطلبه تبقى مركزه فيها، مش هختار كل. طيب في حاجه اسمها لونج تيرم ميكانيزمز بتحصل لتعويض الشوك. لونج تيرم ميكانيزمز بتحصل لتعويض الشوك هي اصلا كانت موجوده في الـ في الـ في الهيموريج. صح، الحاجات اللي حصلت في الهيموريج. تمام. يعني احنا عندنا ثلاث حاجات اساسيين او عندنا حاجتين عايزين نعوضهم، عايزين نعوض الهايبوفوليميا وعايزين نعوض الارتيريال بلاد بريشر اللي وقع. تمام. هنعوض الهايبوفوليميا. الهايبوفوليميا عندنا البلاد اللي موجود بيتكون من ار بي سيز وعندنا بلازما وعندنا البلازما بروتين. برافو عليك، انت قلت اللي انا عايزه. يعني احنا هنصنع ار بي سيز وهنعمل بلازما بروتينز اللي هو الالبومين، وهتاخد وقت طبعا. ار بي سي هتاخد وقت والالبومين بتاخد وقت، كل الكلام ده صح. طب سؤالي، كومبنسيتد شوك لو انا نزفت قد ايه بالسيركيليشن بتاعي؟ هو الاول تبقى سيف في الفاليو اللي احنا كلنا بنتبرع بيه في الدم اللي هو 10%. تمام. كومبنسيتد شوك من 10 ل 20%. طب ودي كومبنسيتد من 20 ل 30. طيب ولو فوق 30 ده الريفرسبل او فيتال. عايز اسال سؤال، لو انا جيت قلت دي كومبنسيتد شوك، معناها ان البلاد بريشر يا محمود كل ما بيقل مش عارفين نصلحه، هو ايه اللي حصل؟ يعني الموضوع دخلني اللي حصل ان هو لما بدات اعمل فازو كونستريكشن عمال اعمل فازو كونستريكشن اكتر واكتر، فعمال يحصل سيركولاتوري ديتيريوريشن راح مدخلني البريشر سايكل. تمام. يعني اللي بيحصل ان هو البازو كونستريكشن الجامد جدا اللي حاصل عمل تيشو هايبوكسيا. صح. تيشو هايبوكسيا بدا يطلع بازو دايليتور سبستانسز كتيره جدا. تمام. بازو دايليتور سبستانسز دي راحت عامله بازو دايليتيشن للفري كابيلاري سفنكتر وخلت البوست كابيلاري سفنكتر يقعد مقفول. صح، انت قلت نقطه مهمه للناس اللي سامعانا، دور الكابيلاري او دور المايكرو سيركيوليشن ان بروجريشن اوف شوك. بداية جميلة بس هوقفك سنة بسيطة. كلامك صح، هايبوكسيا عملت حاجة، طلعت طبعا لاكتيك اسيد. لاكتيك اسيد، اللاكتيك اسيد اثر ازاي؟ اللاكتيك اسيد عمل اسيدوزس، وده اثر على الهارت ازاي؟ اثر على الهارت بالذات ان هو عمل انهبيشن للانزيمز المسؤولة عن ان هي تعمل الايروبيك سبايك. تمام، واثر على الصوديوم بوتاسيوم طبعا. صح، يبقى كده الهارت اتاثر، ولما الهارت يتاثر البرين اتاثر طبعا. مين في البرين هيتاثر ويأثر عليا؟ انهي سنتر؟ انهي سنتر؟ الفازو موتور سنتر. صح، الفازو موتور سنتر مش هيقدر يعمل فازو كونستريكشن، يعمل فازو دايليتيشن. صح، فالبريشر يقل كمان. والحته دي سؤال ام سي كيو مهم جدا لكل الطلبه اللي سامعانا، دخلنا في بوزيتيف فيد باك للاسف سيء، عشان كده احنا عشان نعيش انا عايز نيجاتيف فيدباك ريسبونس عكس الستيمولس. وده ام سي كيو مهم. في سؤال مهم، في حاجه اسمها مايوكارديال توكسيك فاكتور، تقدر تقول لي ايه هو؟ المايوكارديال توكسيك فاكتور الحقيقه بيطلع من البنكرياس. تمام. بيطلع لما يبقى فيه شوك ويبقى فيه اسكيميا جامده جدا في البنكرياس وفازو كونستريكشن جامد جدا عند البنكرياس. تمام. بيطلع ويعمل مايوكارديال ديبريشن. تمام. واللي حصل ان الفاكتورز دي طلعت نتيجه ان الترابس انكلب البنكرياس اللي هو الاوتو دايجشن، فخرب منها الكيميكال سابستنس دي اللي هو مش عارفين اسمها، قالوا هتروح تبوظ. يعني حضرتك توصل للدكتور ان التريبسن ده بيطلع من اللايزوزوم. فبياكل يعمل اوتو دايجشن. يعني هي مش متقاله، هو متقال ان الهايبوكسيا بتعمل ريليز. هم قالوا الاند ريزلتس بس ما ربطش ان هو لما بيحصل ريليز اللايزوم انزايم منهم التريبسن وده بيطلع المايكرو. دي نقطه مهمه. طب في سؤال مهم جدا عايز اساله، الاسيدوزس اللي حصلت دي اثرت اكيد على البي اتش وده كانت فيتال. في نقطة مهمة أخيرة يا محمود، يبقى فن الدي كومبنسيتد شوك أو الشوك بصفة عامة وهو الهامج، عايزين نوضحها. هو دلوقتي لما بيحصل شوك يا ترى بيحصل إيه في سرعة الدم اللي ماشية في السيركيليشن؟ بما إن إحنا ما إحنا بنقول شوك عادة بيبقى معناها إن هو البلد بيقل بطريقة ما أو بيحصل فازو دايليتيشن، فالمنطق ده معناه إن التوتال كروس سكشنال أريا هتزيد، الفيلوسيتي هتقل. صح، الفيلوسيتي هتقل. برافو عليك، هتجيبك الحته ورا في البلاد. لو سرعه الدم قليله الدم يتجلط. يتجلط. صح، فيزيد الكلوتنج عند العيان ده فيحصل حاجه، مصطلح رائع هايبر كواجولابيلتي اوف ستيت، ليها اسم تاني
صح. دي سيمينييتد انترا فاسكولار كواجيولوباسي اللي هو كل الفاسلز. هقول لك دي سيمينييتد يعني ايه؟ هيحصل كل الفاسلز تتسد بكلوت، عارف الجلطات تقفل كل الفاسلز. فدي سيمينييتد يعني منتشر، انترا فاسكولار كواجيولوباسي يعني انتشار الجلطات اللي هتسد كل البلاد فاسلز او الدي اي في كله هيتقفل. ما ده فيتال كونديشن. نيجي ننقل نفسنا للهايبر، موضوع الهايبر تنشن المهم. هايبر تنشن كان نوعين برايمري وسكندري، يا ترى ايه الفرق ما بينهم؟ احنا عندنا البرايمري بيبقى 90% من الناس، يعني احنا لما يعني نبقى في العياده يعني 90% من الناس اللي هيجي لنا عندهم هايبر تنشن هيبقى برايمري. الفرق الرئيسي بينهم ان البرايمري هاز ريزون، لا انا اسف، البرايمري داز نوت هاز يعني ا بوسيبل ريزون او يعني ما لهوش سبب واضح، is not curable بس هو controllable او treatable يعني اقدر اتحكم فيه. طب ممكن يبقى سبب ايه؟ كل المراجع قالوا maybe maybe بالظبط maybe ان الفازو موتور سنتر يعني هو يبقى هيريديتري صح جيناتيك. الفازو موتور سنتر الاكتيفيتي بتاعته زايد تمام، او ان الريسبونس بتاع الفيسل للباسو موتور سنتر عالي، او سبب تاني ان انا اتولدت ما عنديش اتريال ناتريوريتك بيبتايد. هو الاتريال ناتريوريتك بيبتايد كان دورها ايه؟ طب معلش يا دكتور قبل ما نخش في الاتريال ناتريوريتك بيبتايد، انا عايز الكتاب كان قايل ان البلاك بيرسونز بيبقى برضو عندهم مور لايبيلتي ان يبقى عندهم بوتنشال هايبر تنشن. ليه؟ هو سبب مش معروف، هو للاسف برضو جيناتك خاص جيناتك يعني عارف هيريديتري تحس كده حسب الريس، سبب مش معروف. هو الاتريال ناتريوريتك بيعمل ايه؟ الاتريال ناتريوريتك بيبتايد انتي رينين وانتي اي دي اتش انتي الدوستيرون ضد اي حاجه تزود ضغط، وحتى اسمه جميل ناتريوم اللي هو الصوديوم، يوريتك يورين هرمي الصوديوم في اليورين وهسحب وراه ميه بالاوزموس فهقلل سيركيولاتري فوليوم. كده كلام جميل جدا. طب عايز اسال سؤال، سكندري هايبر تنشن سكندري ايه؟ سكندري لسام كوز كانون تمام. احنا عندنا يعني ما شاء الله اسباب في الرينال هايبرتنشن صح، وفي الكواركيتيشن اوف اورتا برضه بيعمل رينال كيميا وبيؤدي الى هايبرتنشن. عندنا اندوكراينال ديزيز زي الكاشنج تمام، الكونز ديزيز. وحتى يا محمود بدون قطع كلامك لو ما افتكرتش الاسماء مش هتتحاسب عليها في سنه اولى عليك في ثانيه، بس هتتحاسب على ايه الفكره؟ اي دي اتش زي من بوستيريور بيتريتال، اندوستيرون زايد من ادرينال كورتكس. الاسامي دي طلب الثانيه عليهم اكتر اندوكراين. هو الكتاب للاسف ليه دكتور هو مش مخلي لانه معمول للبوست جرادويت، يعني المشكله الكتاب عامل الكلام ده للدراسات العليا. انا كطالب في اولى لو نسيت كوشن كونز لا مفيش مشكله، طالب في ثانيه لا مش مسموح له لان عليه كلينيكال ابلاي. هو يا ريت يا دكتور بس يعني يبقى يتقال ان الحته دي بوست جراديويت والحته دي، لان يعني الناس والله بتعاني. لا هنقول مع بعض واحنا بنتكلم. طب في سؤال، السنكوب ايه هو؟ السنكوب سادن ترانزينت يعني بيقعد فتره قصيره تمام، سادن وترانزينت لوس اوف كونشسنس بسبب سيريبرال اسكيميا تمام. ده سبب، في اسباب ثانيه